Assalamu alaikum wa rahmatullah. Arabic book 6, class 3. Tilawat. Page number 2 say Tilawat mein hai Suratul Mutaffifin Makkiya. Is surat ka naam hai ye. Suratul Mutaffifin Makkah ke andar nazil hui hai. اس میں 36 آیتیں اور ایک رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بس ادھر تک کافی ہے ادھر تک آپ سنانا یاد کر کے تو میں ایک بار پڑھوں گا خود سے ایسے ہی آپ کو پڑھ کے سنانی ہے بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أسأل سنانيه والسلام عليكم ورحمة الله